سيبقى العالم مليئا بالأسرار التي مهما ظن البشر أنهم عرفوها سيظلون كمن يحاول قبض الريح. فالعالم والكون لديه دائما الكثير من الأسرار، وسيظل البشر يتعرفون على جزء بسيط مهما زادت التكنولوجيا والتقدم. واليوم سنعرض لكم بعض الاكتشافات التي توصل إليها البشر في السنوات الأخيرة. حفريات مذهلة في صحراء مصر. تم اكتشاف حفرية مصرية في صحراء وادي حيتان عام 2017 لسمك السلور، وتعتبر هذه المنطقة مرجعية مهمة لكثير من الباحثين لمعرفة تفاصيل الحيوانات والطيور التي عاشت من ملايين السنين على كوكب الأرض، ويعود عمر هذه الحفرية إلى 37 مليون سنة. يصل طول الحفرية إلى مترين، ويقول المستكشفون أن الحفرية قديمة جدا كأثر، ولكنها جديدة كتشريح لسمك السلور، ويمكن مقارنتها بالأسماك الموجودة الآن من فصائله، وتعتبر هذه الفصيلة واحدة من أكبر وأقوى فصائل سمك السلور التي وجدت على مر التاريخ. أقدم عجلة حجرية لصناعة الفخار. كان هناك الكثير من الاكتشافات الهامة في معبد كومومبوا بجنوب مصر أسوان خلال عام 2018، ومن أهم الاكتشافات التي تم العثور عليها خلال أعمال الحفر أسفل المعبد كانت العثور على أقدم عجلة حجرية لصناعة الفخار في مصر القديمة، يرجع عمرها إلى أكثر من 2400 عام قبل الميلاد، موضحا أن الورشة كانت تضم أيضا أقدم معجنة تستخدم لصناعة الفخار، مشيرا لأن ورشة الفخار تعد هي أول ورشة في تلك الصناعة على مستوى العالم، مما يعكس مدى تقدم وحضارة المصري القديم. تلك الورشة تتكون من حفر نصف دائرية لصناعة الفخار بطريقة القوالب أو مدقات الفخار، تم تصميمها بشكل متجاور في أرضية الورشة، كما يوجد بداخل الحفر كتل حجرية دائرية الشكل لدق وضرب الطين المراد تشكيله في هيئة أوان. أقدم عجلة حجرية لصناعة الفخار في مصر القديمة كانت في هيئة قرص دوار من الحجر الجيري وقاعدة مجوفة، وهي تعد من أنواع العجل التي كانت تدار باليد، وأطلق عليها العلماء اسم العجلة البسيطة. على الرغم من كثرة المناظر المصورة التي توضح تطور أنواع العجل المستخدمة لصناعة الفخار، إلا أنه لم يتم العثور على أي عجلة فخارية حقيقية تعود إلى عصر الدولة القديمة من قبل. وتعد العجلة من الاكتشافات القليلة والنادرة التي تلقي الضوء على طبيعة الحياة والصناعات اليومية في مصر القديمة وتطور الفن المصري القديم، وكذلك تحسين وتطوير أدوات الصناعة لمواكبة متطلبات الحياة اليومية. اكتشاف الذهب في صحراء مصر. تم اكتشاف ذهب في منطقة إيقات بالصحراء الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية بحد أدنى، وبنسبة استخلاص تصل إلى 95%، والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص. بإجمالي استثمارات على مدار العشرة سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار، وتم اكتشاف هذا الذهب بمنطقة جبل إيقات، والتي تعد من المناطق الواعدة بالثروات الطبيعية وأهمها الذهب، لأول مرة في مصر بعد اكتشاف منجم السكري بالصحراء الشرقية، وتعتبر مصر من الدول الغنية بالموارد الطبيعية نظرا لوجودها في منطقة ثرية بالمعادن والبترول. تعد مصر السابعة عالميا من حيث الاحتياطي من المعادن والبترول بين كل دول العالم. اكتشاف تمثال أثري في أحد الأحياء الشعبية. لا يزال التمثال المكتشف مؤخرا بمنطقة سوق الخميس بالمطرية شمال شرق القاهرة يثير الجدل في الأوساط الأثرية، تارة بسبب طريقة انتشاله من باطن الأرض، وأخرى بسبب هويته. هل هو للملك رمسيس الثاني أشهر ملوك الأسرة التاسع عشر، أم للملك أبسماتك الأول مؤسس الأسرة السادسة والعشرين؟ واجهت وزارة الآثار المصرية العديد من الانتقادات بسبب طريقة البعثة المصرية الألمانية
العاملة بمعبد أون هيليوبوليس في منطقة المطرية لانتشال قطعتين من تمثال كبير الحجم، رجح في البدايات أن يكون للملك رمسيس الثاني. عثر على أجزاء التمثال على عمق مترين تحت منسوب المياه الجوفية، الأمر الذي جعل طريقة تحديد أماكنها ونقلها صعبة للغاية، خاصة لوجودها داخل منطقة سكنية. ودار جدل واسع بشأن طريقة انتشال التمثال، إذ انتقدت وسائل إعلام وخبراء استخدام الرافعة أو الونش في عملية الانتشال، فيما دافع البعض عن هذه الطريقة معتبراً أنها تصرف سليم 100%، إذ يستخدم الونش في جميع المناطق الأثرية. من ناحية أخرى، أكد البعض أن ما حصل عند استخراج القطعة الأولى من التمثال التي تمثل التاج وجزءاً من الرأس مهزلة علمية، فلقد استخدمت بالفعل الكراكة والشوكة لاستخراج هذا الجزء، مما قد يتسبب في كسر أو خدش يؤثر على سلامة الأثر. والاستعجال غير المبرر في الإعلان عن الكشف واستخراجه هو السبب في تصدير هذه الصورة العشوائية التي جرى بها بدون دراسة كافية، كما أن رفع القطع الأثرية بطريقة علمية يوجب بداية تجهيز مكان آمن في الموقع ذاته ينقل إليه الأثر عند استخراجه، ثم يجري رفع المياه باستخدام طلمبات صغيرة حتى لا تؤثر على المباني المجاورة بعد عمل دراسة هندسية مسبقة، مشيرا إلى أن هذا ما يتبع في جميع المواقع الأثرية التي تعاني ارتفاعا في مستوى المياه الجوفية. كما يجب أن تمسك جيدا بحبال حريرية تسمى الصبانات، ويتم تغليف القطع الأثرية تماما قبل رفعها حتى لا يحتك الحجر بالرافعة نتيجة لارتطام طبيعي للمواد المختلفة. وكان يجب إجراء تحليل للمياه التي قبع فيها الأثر لمدة طويلة لمعرفة الطريقة المثلى التي سيعتمدها المرممون في التعامل معه، كما كان يلزم إجراء الترميم الأولي في الموقع ذاته وإتمام عملية الأقلمة للأثر بوضعه في ماء مقطر فترة زمنية معينة قبل تعريضه للهواء مباشرة. اكتشاف مقبرة لعشرين تابوتا في جنوب مصر. عثر فريق من خبراء الآثار المصريين على مقبرة فرعونية تعود إلى حوالي 1500 سنة قبل الميلاد بالقرب من الأقصر. يرجح الباحثون أنها تعود لقاض من الأسرة الفرعونية 18، ومن ضمن الكنوز التي اكتشفت في المقبرة 8 مومياوات وتوابيت خشبية زاهية الألوان وقرابة 1000 من التماثيل الصغيرة التي كانت توضع داخل المقبرة إلى جانب الموتى. يرجح الباحثون الذين عثروا على المقبرة الواقعة بالقرب من مدينة الأقصر أن تكون لقاض من الأسرة 18 بين سنة 1295 و 1550 قبل الميلاد، وكان يلقب بقاضي المدينة. يبدو أن المقبرة الواقعة في المنطقة التي توصف بأنها متحف مفتوح ومن وادي الملوك قد أعيد استخدامها بعد بضعة قرون في عصر الأسرة 21 لوضع مومياوات إضافية فيها. وقد عثر على حجر كبير تمت إزاحته، وكانت المفاجأة هي الكم الكبير من الآثار التي وجدت بداخل المقبرة، مجموعة من التوابيت والمومياوات وأكثر من 1000 تمثال أوشابتي، أي التماثيل الصغيرة التي كانت توضع مع الموتى لخدمتهم في العالم الآخر بحسب المعتقدات المصرية القديمة، وكذلك أوان فخارية تحمل اسم صاحب المقبرة وألقابه، وكان اسمه أوسرحات، وعاش في الأسرة 18 في بداية الدولة الفرعونية الحديثة. مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي. أعلنت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية التابعة لجامعة برشلونة والعاملة في منطقة البهانسا في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي. وقد قال مسؤول بالآثار أن المقبرة فريدة من نوعها، ولم يتم الكشف عن هذا الطراز من قبل في البهانسا، وتتكون من حجرة واحدة مبنية من الحجر الجيري المصقول، مدخلها من جهة الشمال وجدرانها بها انحناء من أعلى عند بداية السقف، مما يجعلها مستوية وليست مقببة كما هو متعارف عليه في باقي المقابر المكتشفة سابقا في المنطقة،
مشيرا إلى أنه لم يتم العثور بها على أي أثاث جنائزي، وأضاف أن الحفائر أظهرت مقابر ترجع إلى العصر الروماني ذات سقف مقبي وغير منقوشة، تم العثور بداخلها على العديد من شواهد القبور التي ترجع للعصر الروماني والعملات البرونزية والصلبان الصغيرة والأختام الطينية. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم الأوفياء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أردتم المزيد من هذه الفيديوهات انزلوا إلى الأسفل، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصلوا بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.